نتيجه مجهود ديال مجموعه ديال جنود الخفاء اللي ساهموا من قريب ومن بعيد لتوقيع بروتوكول التعاون اللي تجمع بين نادي الامل الرياضي الصوري لكره القدم والاتحاد المصري لنبذ العنف ونشر الروح الرياضيه. هذه البدايه ان شاء الله لتطوير كره القدم الصوريه وخصوصا والرياضه بشكل عام. ايضا ما تفوتنيش الفرصه باش نشكر جميع الحضور الكريم اللي تنعتبروا هذا دعم معنوي لنا، انه تيحضروا اعضاء مجلس بلدي، تيحضروا المجتمع المدني، تيحضر مكتب الفرع ديال العصبه التابع للجامعه الملكيه لكره القدم دعمينا، وهذا ما تزيدنا الا اصرار وعمل للنهوض بالرياضه عموما وكره القدم خصوصا. احنا اليوم تنستضفوا الاتحاد المصري لنبذ العنف ونشر الروح الرياضيه، واللي من خلاله غيتم توقيع بروتوكول التعاون والتشارك ما بين الاتحاد المصري لنشر الروح الرياضيه ونبذ العنف والامل الرياضي الصويري لكره القدم بمدينه الصويره. فهذا البروتوكول هذا الاساس من خلاله هو تطوير كره القدم ما بين الاتحاد المصري والامل الرياضي في مدينه الصويره، وكذلك العمل على نشر الروح الرياضيه ونشر ثقافه الروح الرياضيه ما بين جميع الفئات اللي تتمثل الامل الرياضي الصويري بمدينه الصويره، وكذا جميع شباب مدينه الصويره. وملي من خلاله ان شاء الله غادي تكون لقاءات في المغرب هنا في مدينه الصويره، وكذلك في مصر البلد الشقيق، وغادي يكون هناك يعني مجموعه ديال اللقاءات ومجموعه ديال التكاوين اللي غادي تخص المدربين والاطر ديال الامل الرياضي الصويري. تقريب الشراكه او تقريب التعاون بين دولة مصر العظيمة والمملكة المغربية هذا شرف عظيم أي إنسان يتمناه، وهذه الحظوة هي شرف لنا جميعا. ولكن أنا كذلك من هذا المنبر أطالب المسؤولين على مستوى الصويرة يعني يفعلوا بشكل ملموس إنجازات، هناك إنجازات لا ننكرها لا للسيد العامل ولا للسيد رئيس المجلس والمكونين، ولكن هي إنجازات بسيطة لا تليق بقيمة مدينة الصويرة. عليهم أن يشتغلوا ليرفعوا قيمة المدينة. المدينة تحتاج لرجال، والرجال يحتاجون إلى وقفة صريحة مع بعضهم البعض. وأتمنى بالمناسبة كل خير لهذه المدينة، وأتمنى إن شاء الله المجتمع المدني خاصة المجتمع المدني والإعلاميين أن يعملوا بجد وبصبر لإنقاذ المدينة. المدينة تحتاج لعملية تصحيح، وهذا التصحيح يطلب الصبر ويطلب الرغبة الحقيقية لرفع قيمة المدينة من خلال بعض الإنجازات مثل هذه الإنجازات التي رأينا اليوم. هي ستأتي إنجازات أخرى إن شاء الله في القريب، ونتمنى دائما الخير ودوما السعادة والبركة والتيسير للمدينة ولأهل المدينة. Thank you.
وما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب.